خلينا ما نسيبو لي زاسون تاع الكراج هذيك، طوروه في الديتونار في التربوده. السلام عليكم ورحمة الله. أزوف اللون سي عمار بن حمر اللي كان من المفروض يروح وزير تجارة باش يزيد يخفض في لاتاكس تاع الويسكي باش يقدر يشرب ألاز، يتكلم على إنشاء قناة فضائية دولية. يعني هذا الانسان كان صاحي؟ انا دائما لما يدير تصريح نطرح سؤال، هل عمار بن الحيمر كان في وعيه لما صرح باللي راح يديروا قناه تلفزيونيه دوليه مقرها في فرنسا ويعملوا مكاتب في العالم كامل في الوقت اللي ما همش قادرين يخلصوا الخدامين في الجزائر، ما همش قادرين يدفعوا الأجور تاع الناس، باش تا راح دير قناة دولية يا سي عمار بن حمر؟ باش بما دار ما تعرفش شحال يسوى استوديو ولا لانه باش تعمل قناة ماشي كيما دار هشام عمل تي في في محل خفيف وكذا منا بجوج دورو ندير قناة، فماكمش قادرين ديروا، نتوما تاخذوا من خزينة الدولة. يلزمك اقل شيء 120 مليون دولار، اقل شيء 120 مليون دولار، مع العلم انه ماكمش راح ندخلوا سنتيم واحد من الاشهار بالعمله الصعبه، ومع العلم انه هذه القناه ما يتفرج فيها حتى واحد، ديروا نفس القناه تاع الخروط، وعلاش ما ديروهاش في الجزائر؟ هما على الاقل بالدينار، حتى هما ما عندكمش الدينار، مي ديما تبقى في تيري ولا لا بلونش لا بلونش ابيي ولا لا، بقى نديروها في باريس. واش لانك على بالك راح يطبقوك ومن بعد تبقى تتمنحش تقول لهم نروح نخدم في باريس في القناه الدوليه؟ هذا مشروع باين ميت من بدايته، لم يخطط له. باش تعمل قناه تلفزيونيه مهما كانت التكلفه تاعها، يلزمك تعمل اون اتيود تكنيك كوميرسيال، تعمل ان بلون بيزنس بلون، تعمل شي حاجه كون نروح نديرها. واعلن هكذا، هذه هما الاكاذيب، عايشين بالكذب والوعود. لماش تدير قناه تلفزيونيه دوليه؟ قال لك باش نجملوا صورة الجزائر. يا ودي صورة الجزائر باش راح تجملها، راح تقولوا بلي ماكمش تديو في الناس الحباس، بلي ماكمش توقفوا في المظاهرات، بلي ما كاش الشعب يخرج كل اسبوع يقول لكم رحلوا، بلي راكم تجيبوا سراقين وارهابيين باش يشهدوا معاكم بلي انه الاحرار راهم بالمرصاد لكم، جيبوهم لا تجيبوا ان فولور دو بول من قبايل، وواحد ابو دحدح، واحد احمد موصلي قال كذا ارهابي تائب، وهذا تجيبوا الارهاب باش تجيبوا الارهابيين، ما تقولش تجي طلعوهم لفرنسا الارهابيين، احكموهم تخدموا الارهابيين والسراقين ولي فوايو، واحد ما راح يشوفكم، واحد ما راح يسمع بيكم. وبالتالي هذه الحكايه تاع قناه تلفازيه اللي قاعد بتجمل صوره الجزائر، صوره الجزائر اللي كانت جميله لما كان الجزائري كي يخرج للخارج يمد 1000 دينار يعطلو 2000 فرنك فرنسي، كان صورة الجزائر جميلة. لما كان جزائري كي يخرج وصلاتلي لما نمشي انا للأردن وندخل نهدر مع واحد غير يشوف اللقنة تاعي كلمة يقول لي الأخ نيقولو جزائري ريح، يقول لي ما تشريش عليا بصح اقعد تشرب قهوة معايا. لما نمشي للمغرب، نعم للمغرب، نمشي للناظور وندخل عند عائلة الحموتي وقل لي احنا بالنسبة لنا راهي الجزائر، تذكرنا في الجزائر، هاي صورة تاع الجزائر، الصورة الجميلة تاع الجزائر. لما نمشي لروسيا كانت الاتحاد السوفيتي ونقعد نحكي مع الصحفيين بافتخار، افتخر انني جزائري، ما كانش عندنا لا ارهاب
ولا مؤامرات خارجية ولا ناس تخرج لكل جمعة يقول لك يا عصابة يا سراقين يا رئيس مزور جابوه العسكر، ما كانش. كنا نفتخروا كان سرجة ما تحتاجش باش تجي انت دي لا قناة الفرنسية، كانت محترمة الجزائر. لما كنت نمشي لتونس ونصيب الصور تاع بومدين حاطينه في فيترين تاع الحوانت مع بورقيبة، هذا واقع عشناه حتى وين. هذا ما يعجبش الأنذال اللي ما يحبوش يستعرف بأنه استقلال الجزائر كان نعمة للجزائر وليس نقمة، تتحول إلى نقمة لما جاءوا الأنذال يحكموا وخرجونا هذا الجيل اللي يقول لك وقت بومدين كان، وقت بومدين كانوا التوانسة يحطوا تصاوروا في الفيترينات. تونسي أقسم بالله العلي العظيم في التراني ماشي من تونس لسوسة يقول لي نتمنى لو الجزائر تستعمرنا باش يولي بومدين رئيس علينا. هاي الجزائر ما كانش محتاجة إلى قناة التلفزية. الجزائر جميلة لما كان فريق وطني تاع كرة القدم يشارك في كأس العالم بذلة سونيتكس من صنع جزائري، البلد الوحيد في العالم كامل ما يلبس لا اديداس لا بيما، عنده بذلة ظاهي الماركات هذوما. ما كناش محتاجين قناة التلفزية باش يقولوا شوفوا الجزائر الجميلة اللي لما كانت تصدر الدراجات النارية والدراجات الهوائية لتونس وتصدر الماتيريال اغريكول للدول الافريقية. هذه كانت ما تحتاج لها. الجزائر الجميلة اللي كانوا اولادها لما يتخرجوا من الجامعة ويمشوا يدرسوا في الجامعات الاجنبية يخرجوهما لي ماجور دو برومو. هاي الجزائر الجميلة اللي كانت واللي نحبوها تكون وترجع. هذا طبعا كان الناس ما عاشوش على الفترة ويجيب لما بالجهل تاعي يقول لك واش الجزائر من 62 ما كان، لا من 62 ل 98 ل 78 ل 80 كان الجزائر محترمة. وقتاش بدا يطيح القدر للجزائر من 86 ومن 86 حنا عايشة على الكريدي تاع السبعينيات. غادي انزلقت 88 كان الشعب ما خرجش الشكارة تاع فارينا دايرها ضربوا ويطالب بالفارينا. من هي بدات الاخر نادي استولت العصابه على الحكم في الجزائر. من هي بدات الاخر بدات الجزائر تطيح. ما كانتش محتاجه القناه التلفزيه، دير اليوم 1000 قناه تلفزيه ما القناه تاعك ما تقدرش تجيب ناس يناقشوا التقرير تاع الولايات المتحده الامريكيه حول حقوق الانسان وانتهاكات هذه الحقوق في الجزائر. ما تقدرش تدير نقاشات حرة، تقدرش طوك ما تناقش بحرية وما تناقش بموضوعية ولا واحد يسمع لك. على كل حال ما صدقت بلي راح نديروا قناة تلفازية دولية، لأنه أكيد أنه سيخونا ما كانش فيه عقله. صحة فطوركم وصحة سحوركم. السلام عليكم ورحمة الله. خلينا من سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك، طوروا في اللي تونا في التربوده.